أجواء قصر بعبدة لم تكن هادئة صباح يوم الخميس، زحمة سير وزحمة معتصمين، والسبب اعتصام تضامني مع الإعلامي مارسيل غانم نفذه عدد من الوجوه الإعلامية والسياسية أمام قصر العدل تزامنا مع حضور غانم للمثول أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في قضية ادعاء النيابة العامة عليه بتهمة التحقير وعرقلة سير التحقيق، وذلك لرفع الصوت ورفض محاولة المس بالحرية. خلينا أقول أنه بالمرحلة الأولى شعرنا أنه في شيء غلط صاير، ونحن بنتمنى انه ترجع القضايا، انه القضيه تصير بشكل وفقا للقانون. بالنسبه للجلسه الاولى اللي حاول يقدم فيها الدفوع الشكلي شيخ بطرس حرب، اخذها بانتظار راي الهيئه الاتهاميه، اجل جلسه ل2/2، بس واضح انه وقت بيأجلها، وكلوديت سركيسون بتعرف انه وقت بيأجلها ل2/2 يعني كانوا في قرار مسبق برد الدفوع الشكلي، صح؟ شو كلوديت؟ على اساس في جلسه ب2/2، يبدو عنا مسار طويل مع القضاء، بس هذا ما راح يغير شيء بطبيعه الامور. ننسي بتاك يعني لا انه في جلسه ثانيه، للاسف انه اخذ الموضوع مسار كثير كبير من 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 مساله مش موجوده يعني، وهيد بصلب الدفوع الشكلي تقدم فيها الشيخ بطرس حرب، انه ما في جريمه على اساسها يصير في محاكمه، ومن هون يعني والتبليغات صارت خلافا للقانون. وزير الإعلام ملحم رياشي أكد أن على القضاء أن يقوم بدوره، وما حصل مع مرسال لن يكون مدخلا لأي قمع. معركتنا مع السياسي مش مع القضاء، نحن معركتنا مع السياسيين اللي هن فاتوا على القضاء. برجع بقول الرئيسي قاضي عون تاني يوم من الحلقة حكيت بلغة، بعد 4 أيام 5 أيام حكيت بلغة تانية. شو صار بالأربع أيام؟ العدل نحلف في زمن العهر الإعلامي، شو بتقول؟ مردود هالكلام. عن جد مشهد كتير حلو تحت الشتاء، كنت بتمنى انه يعني يكون له خواتم سعيدة. كان اتوقف زي ممثلة ولا وزير العدل هون. عم راقب ان شاء الله باثنين شباط ما تكون هالقد عم تشتي يعني، عرفت؟ ما لا شباط الا بدك تشوف كمان اهواء السياسيين بشباط كيف بتكون، قديش بيتدخلوا مع القضاء ايه او لا. قربت الانتخابات كل ما صار في تدخل اكثر، بس هذا الشيء رح يخوفكم يمنعكم. ملاحظة، أنا حلقة كلام الناس أساءت للدولة وهيبة الدولة، قد الحكي اللي عم نسمعه من الرؤساء اللي بيحكوا على بعضهم والتسريبات اللي عم تنعم على بعضهم، مين بيسيء للبلد أكثر؟ مين كسر هيبة القضاء؟ مين وصف القضاء إنه بروح على الغاية هيدا فلان أو فلان بروح على القضاء الضعيف؟ أنا مش عم لاقي وزارة العدل المنتمية. هيدا الكلام الناس يلي أساء للإعلام. أكيد مش جاي بس تتضامن مع مرسال غانم لأنه شقيقة، بس مع مرسال مش مع الحريات. أنا عندي رأي بالبلد مش بالحريات، اوكي؟ وقد اجمع المعتصمون على وجوب تحويل قضية مرسال غانم الى محكمة المطبوعات.